اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب ما يجب على الناس عند مضي الامام من كتاب الكافي الشريف هذا الباب يتضمن بيان وظيفة الناس عند موت الإمام، وأنه يجب عليهم الاعتقاد بالإمام اللاحق، ولا عذر لهم في عدم الاعتقاد بالإمام اللاحق، لأن الإمامة من أصول الدين. ويجب على كل انسان ان يعتقد باصل الامامه وان يعتقد بالائمه واحدا واحدا تفصيلا الى الامام الذي هو في زمانه يعني الان نحن في زمن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يجب علينا أن نعتقد بأصول الدين التي منها الإمامة وإمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي، وأما الذين كانوا في زمن الأئمة، فهؤلاء يجب عليهم الاعتقاد بالإمامة وبالأئمة الماضين إلى الإمام الذي يعيشون في عصره. أما الأئمة اللاحقون فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في سعة من ذلك. يعني الذي كان يعيش في زمن الإمام الحسين يجب عليه كان يجب عليه أن يعتقد بإمامة أمير المؤمنين وإمامة الحسن وإمامة الحسين تفصيلا وبالأئمة اللاحقين إجمالا. ما كان يجب عليهم ان يعلموا بذلك تفصيلا. وهذا تسهيل من الله سبحانه وتعالى على الناس في تلك العصور. وأيضا حفظا للائمة اللاحقين من الظالمين. زين. الناس يعيشون في المدينة. في بلدان قريبة في بلدان بعيدة مثلا في ذلك الوقت أقصى بقعة من بلاد الإسلام هي منطقة خراسان وخراسان طبعا منطقة واسعة جدا أوسع من الخراسان الحالية كانت تبتدئ من بعد الري وتستمر إلى أفغانستان وإلى تركمانستان وإلى أوزبكستان وإلى تلك المناطق اللي كانوا يسموها ما وراء النهر ولذا عاصمة خراسان في زمن المأمون العباسي كانت مدينة مرو على كل حال زين يعني إذا واحد في خراسان والإمام في المدينة ومات الإمام الى ان يصلهم خبر موت الامام هذا يطول بعض الاحيان شهر شهريا حسب المسافه ماذا يفعلون ما يدرون من هو الامام اللاحق هل هناك تكليف بالنسبه اليهم الجواب نعم لان اصول الدين الاصليه يجب على الناس تحصيل العلم بها، <applause> وجهل الناس ليس عذراً. <applause> أحياناً الإنسان إذا جهل بشيء معذور، لكن أحياناً ليس بمعذور، يجب عليه أن يحصل العلم بها. يعني مثلاً بالنسبة إلى فروع الدين، المسائل اللي الإنسان يبتلي بها واجب أن يتعلمها. المسائل التي لا يبتلي بها مو واجب يتعلمها، إذا هو جاهل بها لا بأس بذلك. أما مسائل أصول الدين الأصلية، لا الجهل بها ليس بعذر، لازم تروح تحقق. الآن مثلاً بالنسبة إلى النبوة، واحد ما يدري إنه من هو النبي، هذا مو معذور. يقول جاهل روح حقق، والله سبحانه وتعالى أتم الحجة. الحجة موجودة والحجة تامة، إذا واحد حقيقة حقق يصل إلى النتيجة. "والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم". إذا الإنسان يطلب الحق، الله سبحانه وتعالى جعل الحق بكيفية، بحيث أنه طالب الحق يصل إليه. إي مرة واحد تحقيقه مو لأجل الوصول إلى الحق، تحقيقه لأجل أن يجد نقاط ضعف مثلاً، أو ما يمكن أن يستغله. ويموه على العوام من الناس أنه نقطة ضعف هذا لعل الله لا يهديه لأن هذا مو طالب حق لأن أكو بعض الناس مثلا من غير المسلمين يجي يقرأ القرآن يقرأ كتب المسلمين لا لكي يكتشف الحق لا وإنما يجي حتى يلقي له نقطة ضعف حسب توهمه حسب تصوره حتى يهرج عليها لا هذا ما يفيد لكن اذا الانسان كان طالب حق يوصل اليه فالنتيجه انه اذا ما يدري منه هو النبي لازم يحقق ما يقدر يقول اني اجهل وجهلي عذر لا مو مقبول هذا حتى في القوانين الوضعيه اذا واحد يريد مثلا يسوق سياره يقولوا لازم تتعلم قوانين المرور إذا يوم المرور مسكها بمخالفة يقول هاي العلامة كانت موجودة ليش خالفت يقول ما تدري معنى العلامة يقول هذا مو عذر أنت اللي صاير سايق لازم تتعلم العلائم واحدة واحدة مو معذور إذا تقول آني جاهل وفي الحديث في يوم القيامة يقال لبعض الناس: ألا عملت؟ يقول لم أكن أعلم، يقال له: ألا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ في أصول الدين كذلك، أصول الدين الأصلية وهي التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، وبعض صفات الله سبحانه وتعالى كالعدل، هذه يجب على الانسان ان يتعلمها، فاذا هذا اللي في خراسان مثلا في منطقه نائيه بلغه موت الامام شنو تكليفه؟ تكليفه ان يحصل العلم بالامام اللاحق اذا كان في اهل كان من اهل بلد الامام هذا ما إلى عذر في التأخير الإمام في بلدك وتحصيل العلم بالإمام اللاحق سهل جدا حتى في ظروف التقية مو معذور في عدم اعتقاده بالإمام اللاحق زين إذا كانوا من أهالي البلدان البعيدة هنا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها هؤلاء الله سبحانه وتعالى رخص لهم فتره التحقيق بان اوجب عليهم الاعتقاد اجمالا بالامام اللاحق واما تفصيلا بانه فلان ابن فلان الله سبحانه وتعالى رخص لهم فترة التحقيق، كيف يحققون؟ يرسلون وفدًا من ثقاتهم، مو واحد، لأن مسألة الإمامة مسألة من أصول الدين، وأصول الدين لا يكفي فيها خبر الواحد، لازم يكون عن علم، فكيف تحصل العلم إذا وفد من الثقات 10 20 30 اقل اكثر بحيث انه عندما يخبرون بعد رجوعهم الانسان يحصل له العلم بكلامهم فيذهب وافد كل الناس مو واجب يذهبون وهذا ليس بممكن تقول كل اهل خراسان ملايين من الناس يتحركون رجالا نساء يجون الى المدينة حتى يعلموا بالامام اللاحق. هذا امر غير عملي وغير لازم وغير عقلائي اصلا. المهم ان تحصل العلم، العلم يحصل عن طريق ارسال وفد من الثقات. هؤلاء يذهبون الى المدينة يحققون. وعلائم الامام اللاحق علائم واضحه لان الله له الحجه البالغه قل فلله الحجه البالغه حتى في زمن التقيه حيث ان الحكام الظالمين كانوا يقتلون او يسجنون او يؤذون الناس في تلك الظروف أيضا معرفة الإمام اللاحق كانت معرفة سهلة إذا واحد يريد مثلا عندما سمى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والمنصور العباسي كان طاغية متجبرا يولغ في دماء الناس وفي دماء الذرية الطيبة، وقتل كثيرا من الناس لتوطيد أركان سلطته، حتى أنه قتل أعمامه عندما خاف منهم على سلطته، والمثل المعروف الملك عقيم، على كل حال كتب إلى والي المدينة بعد استشهاد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام شوف من ال الذي جلس مجلس الامام الصادق يعني يدعي الامامه فاضرب عنقه الكلام هكذا كان من هو وصيه جعفر فاضرب عنقه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لأجل حفظ الإمام الكاظم أو كان قد أوصى بخمسة جعل المنصور أحد أوصياء وحاكم المدينة أحد أوصياء وحميدة أو حميدة زوجته إحدى أوصياء وعبد الله الأفطح جعله أيضا وصياً وجعل الإمام الكاظم وصيا خمسة بحيث أنه حاكم المدينة عندما وصله الكتاب كتب إلى المنصور أنه جعل هؤلاء الخمسة انتهم واحد من الأوصياء بهذه الطريقة حفظ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وأبو حمزة الثمالي حينما بلغه هذا الأمر تبسم وقال أنه الإمام بيّن من هو الوصي المنصور وحاكم المدينه هذان من الحكام الظلمه الجائرين فليسوا ائمه بعد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حميده ايضا مراه او حميده مراه والامام لا يكون مراه عبد الله الافطح فيه عيب والامام لا يكون فيه عيب يعني كان معوقا فبقى الامام الكاظم يعني حتى في ظروف التقية الوصول إلى الإمام الحق كان سهلا فهذا الوفد يروح إلى المدينة يحقق يعرف الإمام اللاحق يرجع إلى البلدان التي انطلق منها ويخبر الناس بالإمام اللاحق زين الآن يجي سؤال وهو أنه هذه الفترة من انطلاق الوفد إلى رجوعه يمكن يطول أشهر في هذه الفترة قد يموت بعض أعضاء الوفد وقد يموت بعض الناس الذين خلفهم أعضاء الوفد في بلدانهم فذول اشلون الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم أن يعتقدوا بالإمام اللاحق إجمالًا، وحيث إنهم ماتوا قبل التحقيق أو قبل وصول الخبر، وهم كانوا قد أدوا ما عليهم. فالله سبحانه وتعالى يعذرهم في ذلك. فمشكلة أنت في طريق التحقيق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره اجره على الله هذا خلاصه احاديث هذا الباب باب ما يجب على الناس عند مضي الامام يعني مضي الامام يعني عند وفاته الحديث عن الاول عن يعقوب ابن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث هذا كناية عن الموت أحيانا واحد أنت تقول إذا أنت متت شنو هذا قد لا يكون تعبيرا لائقا فلذا يستعمل أحيانا ألفاظ تدل على هذا المعنى ولكن بالكناية أحيانا كانوا يأتون إلى الأئمة هكذا يعبر عنه ان حدث حدث ولا اراني الله ذلك اليوم مثلا هذا نوع من التادب اذا حدث على الامام حدث فكيف يصنع الناس شنو تكليف الناس قال اين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون هذه الآية في سورة التوبة، الآية 122. هذه الآية شأن نزولها أنه الرسول صلى الله عليه واله حينما خرج إلى غزوة تبوك، أمر جميع الرجال القادرين على الجهاد. بالخروج معه ولم يبق في المدينه الا النساء والاطفال وامر رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين عليا بالبقاء في المدينه لحفظ المدينه فخرج الجميع مع رسول الله صلى الله عليه واله والا ثلاثة تخلفوا للآية نزلت فيهم وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت هؤلاء خرجوا وهذا الجيش كان يسمى جيش العسرة لان خروجهم كان في الصيف والجميع كان فيه لكن الزمان ماكو تمويل حربي من الحكومة للمقاتلين. كل واحد هو يمول ذاته هو يمول نفسه. اذا في كتب في كتاب الجهاد يذكرون انه الانسان اذا كان الجهاد واجبا عينيا لازم يطلع على الجهاد كيف ما امكن. اما اذا الواجب كفائي بحيث انه يحتاج الى مجموعة مثلا من المجاهدين ما نحتاج الى جميع الناس. من يجب عليه الجهاد المكلف يعني البالغ العاقل اللي عنده نفقة الجهاد ونفقة عيالاته بحيث أنه عندما يذهب إلى الجهاد يرجع أحيانا يطول أشهر عيالاته يكونون مع نفقة وعنده نفقة نفسه ونفقة الفرسة إذا عنده فرس مثلا أو بعيرة إذا عنده بعير يخرج معه مثلا لكن في هذا الجيش جيش العسرة والواجب كان على الجميع زين كثير منهم فقراء ماكو تمويل ولذلك بالصعوبه وفي الصيف في شده الحر ذهبوا الى تبوك للقتال مع الروم على كل حال فالله سبحانه وتعالى ذم المتخلفين بعد هذه القضيه عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بخروج سرية أو غزوة كل المسلمين في المدينة أرادوا الخروج فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لبيان أنه مو واجب على الجميع يخرجوا ذيك حالة استثنائية كانت في غزوة تبوك لأن الروم جيشهم كان أقل تقدير مائة ألف ما يصير بمية وميتين وألف وألفين يذهبون إلى قتالهم لذا خرج المسلمون عن بكرة أبيهم مع ذلك ما تعدوا ثلاثين ألف واحد حسب بعض الروايات التاريخية فهذه الآية نزلت وما كان المؤمنون لينفروا كافة ما كان النافي لكن يراد به النهي يعني لا يجب عليهم أن ينفروا كافة لا تنفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآية لها مصداقان ذكرتها الروايات بشكل مختصر نذكرها المقدار اللي يرتبط بأحاديث هذا الباب المصداق الأول جماعة يذهبون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الغزوات وجماعة يبقون في المدينة اللي مع الرسول صلى الله عليه وآله في الغزوة يتعلمون مسائل من الرسول بعد 24 ساعة ويا الرسول وأيضا كانت قد تنزل آيات على الرسول فيها بيان للأحكام الشرعية فذول المجاهدون الذين مع الرسول صلى الله عليه واله عندما يرجعون الى المدينه يخبرون من بقي في المدينه بالاحكام التي انزلت على رسول الله في فتره الجهاد، هذا المصداق الاول. المصداق الثاني بالنسبه الى السرايا، لان الغزوات كان رسول الله هو مش مشارك فيها. اما السرايا كان الرسول يرسل جماعة للجهاد وهو يبقى في المدينة. زين هاي السرية عندما تخرج في هالفترة الذين كانوا في المدينة مع رسول الله يتعلمون الأحكام من الرسول صلى الله عليه واله. فالسرية عندما ترجع هؤلاء الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه واله يعلمونهم الاحكام التي نزلت في تلك الفتره، فعلى كل حال للايه مصداقان، والحاصل انه الذين يكونون مع رسول الله سواء في الغزوه مع الرسول او في المدينه مع الرسول ذول يتعلمون المسائل من الرسول صلى الله عليه واله ويعلمونها الذين لم يكونوا مع الرسول سواء الذين خرجوا في سريه او الذين بقوا في المدينه ولم يخرجوا مع رسول الله في غزوه هذه الايه تدل على انه يجب على مجموعه من الناس تعلم المسائل الشرعيه و تعليمها لسائر الناس الذين لم يتعلموا تلك المسائل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مصداق من مصادق هذه الآية الذين في البلدان البعيدة وبلغهم نبأ موت الإمام هذه الآية تقول أنه يجب أن ينفر فرقة الى المدينه ليعلموا بالامام ثم يرجعوا الى قومهم فيخبروهم بالامام ليعتقدوا به تفصيلا بعد اعتقادهم به اجمالا قال اين قول الله عز وجل يعني اين هم عن هذه الايه ليعملوا بها وتكليفهم مبين في هذه الايه فلولا نفر النفر يعني الخروج بسرعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، يعني كل جماعة طائفة، الطائفة أقل تقدير يقولون عشرة أشخاص، عشرة أشخاص تسمى طائفة أقل تقدير، إذا أكثرهم أيضاً يعني مجموعة من كل فرقة. ليتفقهوا في الدين ليتفقه الباقون مع الرسول أو ليتفقه النافرون مع الرسول يعني ذول عندما ينفرون لماذا ينفرون ينفرون للجهاد شأن نزول الآية اللي باقين مع الرسول أو اللي خارجين مع الرسول هؤلاء يتفقهون في الدين ليتفقهوا في الدين زين التفقه في الدين خاص بفروع الدين يعني مسائل مثلا الصلاة والصوم والحج والطهارة والبيع والشراء والارث وما إلى ذلك هذا جزء من التفقه والجزء الأهم من الأصول من الدين ليتفقهوا في الدين زين إذا تفقهوا في الدين وعلموا بالإمام لأن الفقه شنو هو؟ الفهم بتمعن ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا القوم اللي ذهبوا مع السرايا رجعوا إلى المتفقهين أو إذا المتفقهون الذين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وآله رجعوا إلى قومهم الباقين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوبهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني يجب على الذين لم يتفقهوا أن يتعلموا الفقه من المتفقهين ويحذرون المخالفة ما يخالفون طبعا هذه الآية في أصول الفقه فيها بحث مفصل وكذلك في كتب التفسير لبيان أوجه دلالتها فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين ان من مصادق هذه الآية معرفة اصول الدين معرفة اصول الدين قال هم في عذر ما داموا في الطلب يعني ما دام في التحقيق هم الذين يحققون هم الذين باقون في عذر في عذر يعني يعتقد بالامام اجمالا وينتظر وصول الخبر اليقيني بالامام اللاحق تفصيلا قالهم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم الذاهبون المحققون في عذر الباقون في عذر حتى المحققون يوصلون الى نتيجه والباقون ايضا حينما يرجع المحققون ويخبروهم ويتيقنوا بالامام اللاحق في هاي الفتره هم في عذر لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس الا ما اتاها الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير. والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين